اللهم الله يرحمك الوالد، عطيني واحد 400، خاصني واحد الكتاب تاع روري. خليتوني خليتوني، واش تربحتي انا بهذا الكتب من غير الخساره؟ على لياتكم يتزوجوا ويدبروا على ريصانهم هاو يخرجوا والديهم بالمزاريه، وانا مازال عاد ميزي عليكم. ها ماما غادي نخدم ونبرعك. ايوا واش ضمن لي نعيش تال تما؟ ايوا روحي وكروحي، هزيها بالتستمره هي اللي بقات. والله لا، غير كتاب مور كتاب، كتاب مور كتاب، ما فهمنا والو، شي فايده ما كاينه. ماما من حليت تستامك لقيت لاكارت ديالك كملت هذه 4 شهور، خاصك تبدليها. اخلي عليا لمن تصلح، كل مره نبدلها وما نبدلها حتى نشيب. روح منا وروح من هي، جيب هاد الورقه ودي ديك الورقه وطلع ونزل هاو فتالي تقعد تما ترشى في التستام مع شي نوامر راهم تما عاقلين على الجدود قاعد تمحاو ما عرفتش حتى ديال من. لا ماما هذيك راها ضروريه، هذيك هي الهويه ديالك. اواها عمتي قال لك اللي ما عندوش لاكارت الا كان يسوى مليون بلا لاكارت يبقى يسوى غير 50%، راني شفتها في واحد الفيلم ديال مجهول الهويه. ها وليت بقره نسوى غير مليون. روحي روحي لصوالحك. وعلاش عمتي شحال تسواي؟ 100 مليون قليله فيا، كلشي عندي خدام الحمد لله، باقيه دور يجي حتى حاجه ما طاحت يا مطال. هيه زي ختي انا نسوى بحالك، ما ضيعه فيا حتى حاجه. لا انت قلبية، العقل اللي عندي انا واش تسعيه انت؟ راه كل شيء على العقل، هو اللي يجيب الثمن. ايوا المهم المهم خليوني بالحرد الخاوي، نمشي نخدم ديك لاكارت على سعدي ووعدي، حتى لا سحقني بعدا شي واحد في الشهاده تكون عندي. ماشي سعيد؟ يا الخبز الخبز الباقيت الباقيت. هذا انت؟ واش راك دير تما؟ راك تبهدل بيا، راك معروف نسيب عيشه. يا راني نسترزق سيدي ربي، واش راني نخون ولا وهي ودي واه؟ غيبي حد منا وروح دير اللي بغيت، راني كاع الناس قلت لهم راك خدام في الفرماسيان. يا رمضان ما تبقايش تكذبي حشومه. ايه ويلي ويلي علم بهدل فضحني. اسمع اللي قلتو راني قلتو شحال هادي، ماشي عاد دروك دروك كاع الناس عارفين نسيب عيشه يبيع الدواء. ايوا غير قولي لي واش كاين شي دواء خير بالخبز؟ قولي قولي وروحي بقاي بلا خبز 3 ايام ولا 4 ايام وتشوفي الا ما لحقتيش على والديك. ويا سيدي ربي وصلتني بيك. خالتي عيشه شتك تمشي وتهالي غير بوحدك، فين راكي شاداها؟ اياك ماشي زرده دبرتي عليها ولا شي مغرب من برا؟ يا خيري انا على دوك الزرود اللي بقاو غير يتشدوا، راني غادي هنا نخدم لاكارت باش نوض من تما تجمع لي تانت هذوك الوراق اللي خاصني انت. لا كيتي كيتي على النساب. يا الخبز الخبز الباقيات. السلام ولدي. السلام عمتي، واش تبغيتي؟ ولدي عندي لبس صغير وما عنديش باش نشري، الا بغيت لاجر في هاد سيدي رمضان تصدق عليا بشي حاجه. وامتي راكي تشوفي في كل شيء، راه عندي غير الخبز، راني غير كيفي كيفك، راني فايتك غير بهذا الخبز والصبر. ولدي عندي 3 ديال البز وما لقيت باش نوكلهم. يا وفين راه داك باهم؟ ياك ما خليتي هنا عسو انت اللي راكي تدوري له في ما ياكل. ولدي راجلي مات وخلالي 3 ديال الفوام. اعوذ بالله من الشطر هشام، اكي دايرين هاد الفوام. بزاوز ولدي بزاوز. ايوا اسمعي لعندي، الا راه عندك البز راني حاس بيك، حتى انا مازال كاع ما يجيو للدنيا وراني نحس فيهم. اشوفي اهزي شحال يقدك اليوم وغدا وبعدو، والا ما يبسلكش مهم راكي تما ودعي لي مع المراه ديالي. الله يسهل عليك وعليها ولدي، ما تعطي ليش يا ولدي باش نشري لهم الحليب؟ يا الله ما ردك، ربحت 10 دورو، اخلي لي 200 دورو نشري بها تحلو لاق المرا وهاكي الباقي. اشوفي بصح نسالها لك. ولدي مين نردها لك؟ بالدعاوية ترديها لي بالدعاوية. ولدي كيف فرحت هاد اليتامى، الله يفرحك دنيا واخيرة، الله يفيض رزقك والله يفتح لك بيبان الخير. امين امين، ادعي لي مع المرا راها عيانه شويه، ارا عندها شي بز شيبوها كاع قبل ما يجيو للدنيا، اي شبهوا لي في النسيبه. الله يفك وحيلها على خير ولدي، وكيف فرحتني ردها لك ربي.
إيه يا ربي، يا حالتنا صعاب في هاد الوباء ديال كورونا يا ربي، يا ربي تفاجئها علينا يا ربي وترفع علينا هاد الوباء ويزيان حال الناس. سعيد سعيد هوروني زيد رواح. اوه لناسي واش عايب؟ لاباس لاباس ولدي، الله يعاونك الله يعاونك. راني في التقبيلة يبان لي راك تبيع الخبز، كملت بعدا؟ امين السي واش عايب، ادعي معانا. مالك ولدي سعيد؟ تبان لي ماشي هو هذاك. لا غير واحد المرة كان عندها اليتامى حتى وقفت عليا ملي كنت نبيع الخبز. الله لو كان عندي كثر طنعطيها شفات ناسي واش عايب. اللي كان عندي عطي طولها، اخليت غير واحد 200 دورو باش نسكت المراه بشي حاجه. ما تخافش يا ولدي، الصدقه راه يعوضها ربي اضعاف مضاعفه. راه قال الرسول عليه الصلاه والسلام ما نقص مال من صدقه، وقال في واحد الحديث اخر قال الله تعالى انفق يا عبدي انفق عليك. والاحاديث بزاف في هذا الموضوع، وربي والله ما يضيعك. الله يرحم لك الوالدين. السلام السي محمد، كي راه دايره عزيزه برات شويه؟ يسول فيك الخير. الحمد لله الحمد لله. ايوا الله يجيب الرحمه. ما توقفش معايا الله يرحم لك الوالدين على شي ورق هنا في المقاطعه، بغيت نعاود لاكارت. اودي غادي تستناي شويه، الدعوه عامره مع قربوا الانتخابات. ايه بغيت نسولك الله يرحم الوالدين، هاد الانتباخات فيهم شي صوالده؟ ومعلوم واش الناس تقاتل عليهم غير هكك؟ ايه شتي لك، وزعما اللي بغى يدخل لهاد الانتباهات واش تخصو كاع؟ حتى حنا ندخلو مالنا. واش تنقول لك لالا عيشه تقدري عليها؟ واه هما هم اللي سبقوني، واش خير بيا ولا؟ والله لا، قول لي غير واش تخصني. اول حاجه غادي تبداي بها هي انك تجمعي واحد المجموعه كبيره ديال الناس اللي يقبلوا عليك تمثليهم في الدائره ديالهم، ومن تما لهي عاد تبدا الاجراءات الاخرى. ايوا الله يرحم لك الوالدين. اقول لعزيزه شي نهار نفوت نشرب معاها شي كاس ديال اتاي. اه ايوا من تعمدي رواحي. مرحبا، صوني لها في التليفون ورواحي. ايه باش تعرض عليا اليوم نجي نقلع المغرب؟ لا والو نصوى ما بقاش. ايوا ها بسلامه بسلامه. وانا نمشي نفوت المرجان، نجيب لها بعد ذاك دانون اللي يعجبها باش نسلك او يفوت هذا المغرب على خير. مرحبا بك سيدي، انت هو الكليان رقم 1000 هذا النهار، فزت معنا بقسيمه شراء ديال 1000 درهم، شري بها اللي خاصك من عندنا. شوف طانسيو، شوف راك تلف لي الراي، راني ندبر غير كي ندير نسلكها مع الداخليه، ما فيها ما يتلاصق معاك. وقيل ما فهمتناش، راك ربحت معنا 1000 درهم ديال المصروف. صافي والله الا عرفتها، راني فاقت لك. ابغي دير لي ديك الضربه اللي درتو لخالتي عيشه ديال داك الكاميرا شاكي، اضحكوا فيا عباد الله وياكو. نقولها لك انا والله ما ديروها فيا، او زايدون ما نبغيش نبان في التلفزيون، يقتلوني غير بالعين. راه حنا ما نصيبوش على العين، نمشي عاود تاني هانيا نشد الفراش وما نلقاش حتى باش نسبع لدوك البزاوز اللي راهم جايين. ما عرفتش سيدي كيفاش غادي نفهمك انك فزت معنا بقسيمه شراء القيمه ديالها 1000 درهم، وتشري من عندنا اللي بغيت، لحقاش انت الرقم 1000 هاد النهار، وهذا الشيء ماشي لعب وماشي زعاقه، وبغيت تشدها مرحبا، ما بغيتش نشوفو شي كليان اخر. ايوا مين بغيتها راه نشدها، راه جبت شوف بص على ربي تكون تلف لي الوقت. ايوا والله ما تسالك معايا. اسيدي بصح هادشي مبروك عليك. الحمد لله سيد ربي. يو 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 اسمعوا اراكم معروضين للاسبوع، اغي زيدون جي نعلمكم. الو ولدي العزيز. الو ماما، بغيت نفرحك حفيدك اليوم تزاد. الف الف مبروك يا ولدي، وكي راه دايره كارينا؟
لاباس ماما، بدات تفيق شويه من العمليه، وما كرهتش ماما لو كان حضرتي معانا هاد المناسبه وتهزي ولدي بين يديك. ولدي راه دارها الوباء بلعوا علينا كلش، يتربى في عزكم. ولدي تهلا تهلا، ولدي تهلا، راه من تولد بالعمليه خاصها شويه الراحه. بسلامه ماما، بسلامه، راه جا الطبيب. واخا واخا ايوا اش تما سمعت؟ غير مبروك مات مبروك. ايوا فرحونا معاكم. ولدي حمد زاد عنده وليد. ايوا مبروك مبروك عليكم يا بنتي. ياه صحاب لي، واش تاع على دوك تاع دوك ولادني هيني حسبتيهم ولاد؟ راهم باينين دايرين كيس لعت المجبدين عينيهم. شوفي واش يصدقوا ولا لا. امالك يا حرقت اللسان، اما تخافيش ربي، ومالهم هادوك ماشي بنادم؟ اسمعي الزين والشين في كل بلاص، اشوفي غير زريعتك انتي واش تشابه. خليني ساكته قبل ما نقول لك واش تراه يدير داك المازوزي ديالك. ها ومالو؟ شابه لخوك، والحاجه اللي ما تشبه مولاها حرام. حدك تما تاع خويا ما نتفهموش، شيبتيه في حياته ما خليتيهش ترانكيل في موتو. يا ربي سيدي كي ندير؟ اخالتي التليفون كراهي صوني. اما تليفوني راه في جيبي ما صونا والو. تاي انا بنتي راه عندي ما صوناش. صافي صافي معليش، اللي صونا غادي يعاود. قولوا لي جواب، الجواب ديال البارح. ايوا هادي البارح قلت لك راني عارفاها، النبي اللي كان تعرف بالصبر هو سيدنا ايوب عليه السلام، والدعاء اللي كان يقول ربي اني مساني الضر وانت ارحم الراحمين. تبارك الله عليك خالتي، الجواب صحيح. ايوا جبتي راسك، الله يعطيك الصحه. بك ليه بدا نجيب راسي انا غير ما ترضاوش. والسؤال ديال الحلقه المقبله، ما هو عدد السجدات في القران الكريم؟